مش انا كمبوره؟ تعالى يا اسطى. سنفل الراحة يا ابن ال. السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم امسلو فيديو جديد. اول حاجه عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا جدعان، ايوه يا اسطى، النهارده هناخد بدله الغراب. باولو ما انتش يا باولو. وهننزل النهارده يا جدعان سولو سكواد نكسر بيها السيرفر، عشان طبعا احنا كسبنا التحدي بتاع امبارح. فعايزك يا زميلي بقى تصلي اهم حاجه وتخلص كل اللي وراك وتتابع الفيديو للاخر، عشان النهارده حرفيا هتشوف عظمه. سولو سكواد سلطان يا زميلي لوحدي نمله. حمله. حمله حمله. فعايزك بقى يا زميلي تنزل تدوس لايك دلوقتي، تفجر زر اللايك يا اسطى. احنا كل مره بنجيب 10000 لايك، لا النهارده نيجي على نفسنا ونجيب 12000. انا عارف ان انتوا تقدروا يا جدعان. ولو انت مش مشترك يا زميلي اتاكد ان انت مشترك ومفعل الجرس، عشان يا اسطى يعني انت سالك وانا عارف ان انت سالك، فانزل اشترك يا زميلي ويلا بينا. طب يا جدعان، ودي دلوقتي اللحظه المنتظره. زمانك بتقول لي دلوقتي يا امسولو فين البدله؟ تعالى يا اسطى. الرسايل جيفت سنتر وعملنا كوليكت، ده اللي انا بتكلم فيه. هنعمل كوليكت يا جدعان، هناخد البطاقه دي. تمام تمام، نروح نطلع بقى. بس يا جدعان لو طلعنا بقى هنا، بصوا جينا للمخزون هنلاقي الحوار ده. يعملوا كده بقى، ده اللي انا بتكلم فيه، هو ده. تعال بقى كده نلبسوها. ايه ده؟ هو ايه اللي جالي هنا ده؟ ايه بوسايدن ستيتس دي؟ ماشي. تعال بقى كده، ايوه يا جدعان هو ده الكلام التمام، هو ده التمام ده. تعالى بقى يا زميلي ننزل نجلد السيرفر بالبدله دي، يلا بينا. طب يا جدعان انا في سكتي الحاويات، والواضح ان انا معايا ناس كتيره، بس على الله بقى. بصوا انا كل اللي طالبه من اللعبه سلاح، والله ولا طلب اكتر ولا طلب اقل. حلو، في سكواد نزل ورا. تمام، السكواد ده نزل هناجر. ماشي ماشي، سلاح بسرعه بقى. سلاح سلاح، وايه الاس كي اس ده؟ الهوى عليك يا لعبه انت. ماشي حلو الكلام ده لغايه دلوقتي. طبعا نخش الهنجر. طب يا جدعان في ناس في الهنجر قدامي، ده السكواد المفروض اللي هنا ده. تمام، فهو مش عايز يغفل بصراحة. فاضل واحد هنا ورا الصندوق اللي هنا ده يا جدعان. بص اروح اجيبه ازاي؟ اتفرج يا اسطى على الاحتراف يا اسطى. نايس، سحبهم بقى كده التالت. حلو، بس انا للاسف للاسف مش معايا فيست، وانا لازم لي فيست بصراحه. ايه ده؟ ايه الكلاله هناك دي؟ عايز اسرقك مش عارف. سحبهم في تالت بيت. ماشي تعال. ايوه 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 تمام تمام يا اسطى، انا هولع فيك انا دلوقتي يا اسطى. يلا ابلع ابلع، بطل كمبره بقى، بطل كمبره. حلو يا جدعان، سكوات كده استفتاح. عايزين بقى نشوف العيال اللي عماله تضرب من هناك دي ايه ظروفها. حلو، في حد قدامي. تمام طيب، عرفت مكانك يا اسطى. لعيب لعيب يا اسطى، اقسم بالله انت راجل لعيب، لعيب قوي يا جدعان. الولد ده لعيب بجد، الولد محترف، وبصراحه الولد خضني. بس على مين يا اسطى؟ على مين يا اسطى؟ برضه لعيب على نفسك يا زميلي. حلو يا اسطى، معكش بنكلر ولا اي حاجه، ليه كده يا عم؟ حلو، مفيش برضه بنكلرات هنا ولا اي بتنجان. بص يا جدعان، هو المفروض في عربيه تانية جت، بس والله ما عارف هما فين. الموضوع ده مقلقني بصراحه، فاهمين؟ لو مش عايز اديه حمار متهور بمعنى اصح. المشكله ما تعرفش مين فين اصلا. يعني ده طبيعي؟ يا جدعان ده طبيعي ده؟ يا جدعان برضه هيك يا جدعان. ابلع ابلع هاك نوب. شفت يا جدعان بص لي ازاي يا جدعان؟ البصه دي مش بصه واحد طبيعي، بكلمكم بجد والله. الولد يا جدعان يا دوب انا ما اتحركتش من المكان، واستحاله يا جدعان يسمع صوتي من المسافه دي كلها. لقيته مره واحده قام بص لي كده وبيبيك وبتاع، في ايه يا اسطى؟
ماشي عايش يابا كده. كام كيل؟ الله سبعة. حلو. بس انا بيتهيألي يا جدعان كنت سامع صوت عربية كانت جاية او ماشية، والله ما عارف. اللي فوق سامعني؟ ولا الو؟ طب وبعدين يا اسطى؟ نهار اسود، يا نهار اسود على اللي انا عملته في نفسي. يا اسطى انت هتفضل مكمبر هنا؟ ماشي يا اسطى، انا عندي طريقه شفتها على التيك توك هتحل الكمبره بتاعتك خالص، فاهم؟ بس يا رب تظبط. شفتوا يا جدعان؟ روح يا جدع، ده انت بني ادم، بص استغفر الله العظيم عليك بجد بقى. الادم كمبوره ولا كانه بيلعب على كاس العالم. حلو بقى، كانت فعال بتحلو بره وكان بتضرب بايه؟ بام 4 وبتاع، وكانوا مدورين حكايه. في رندر، في رندر. جايلكم من فوق يا حبيب قلبي، استنوني بس. واحد، ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا، المطار دلوقتي. ايه ده سلطان يا زميل؟ واحد نمله رقم واحد، انا دوله خلصان. بس ننزل بقى المنطقه المفضله بتاعتنا دي، ناخد السلاح التمام، بعد كده نكمله بوش على البيوت. يلا بينا يا رب ما نتغفل بقى. حلو، في واحد نزل معايا، بس هو في سكواد جوه يا اسطى. بلاش حضن يا اسطى. ماشي انت نزلت ورا، خلصان انا اجيلك. تعالى بقى كده. ايزي، بس بقى عايز السلاح التمام. ايوه، والفيست التمام بقى، الهلمت التمام، وكنت كده خلصت. بس بالظبط، بس انا عايز سلاح ايه يا جدعان. ماشي ماشي ماشي، تعال نعمر بس الدي بي اس. ايوه تمام، العيال فول بتاعي عايز اجيبهم. تمام، فانا هطلع لهم من وراهم بقى، اغفلهم بالظبط كده، واحده واحده. ايوه يا رب ما يسمعوني، يا رب ما يسمعوني. طلع لكم، والله ما احلكم يا جدعان. انا يلا على اللوبي، على اللوبي. ايه ده انا جبت صاحبه ما جبتوش؟ طيب ماشي ايزي، اهو اتفنش الحمد لله. طب هنشوف العيال اللي ورا دي كده، بس انا عايز سلاح جدع يا جدعان. البتاع اللي هو ام كده مش هياكل عيش بصراحه. ماشي بقى، اهم حاجه ما نتسرعش، فاهم انت، وندرس الموقف كويس. بالظبط، في واحد ماسك ام 7 ورايا، فانا لازم اخد الام 7 من ورا ده. فاحنا ايه؟ بالظبط بالظبط، هيمشي اوبن شبه المغفل. هو افتكر ان بوت هو اللي جابه. بالظبط كده، تعالى بقى انت معلم. بالظبط، تعالى هات الام 7 الرايق بتاعك ده. ايوه يا جدعان، كنت عايز العب الام 4 بصراحه، بس مش سالكه. طيب في اتنين قدامي ما شاء الله. بصراحة جميل الخطفة دي، الخطفة دي جميلة بصراحة يا جدعان. أنا خطفت ولا حتة دين، خطفة جامدة من الآخر، خطفة كده. بصوا الولا جاله صداع، أقسم بالله صداع من جميل الخطفة.
حلو قوي حلو. انا معايا 8 كيلات يابا زي الفل، ولسه في حرب دايره. ماشي تعال شوف الولد هنا ده معاه ايه. ماشي تعال بقى احنا بقى نعمره الدي بي اس الجامد ده ونخش البيوت بقى نشوف ايه الدنيا فيها. هو تقريبا عيال ورا مش في البيوت. تي 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 ده الواد اسمه تي 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 يا جدعان، ايه تي 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 دي يا اسطى؟ بس هو الدنيا في البيوت هص هص صح؟ اه كده يبقى العيال رجعت ورا فعلا. اه اصحاب تي 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 اهم يا جدعان. ماشي يا اسطى. صاحبكم فين يا رجاله؟ صاحبكم فين يا رجاله؟ جونجل صاحبكم فين؟ جونجل مين؟ صاحبكم فين يا رجاله؟ صاحبنا مات يا اسطى. انت كمبوره. انا كمبوره يا اسطى. يا اسطى طب انا العب سولو سكواد يا حبيبي وجاي لك من ورا، يعني اجي لك بص تقتلني اوبن؟ جاي لي تخفيل. طب بص يا اسطى انا هقول لك على حاجه، مش انا كمبوره؟ تعالى يا اسطى. صوت صياحك يضربني. هتقول لي كمبوره؟ تعالى وريني اتنين فلير دول. تعالى 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 يا نهار ابيض. اه ده معاه اتنين فلير فعلا. حلو تعالى بقى. كان في ام 4 ورا صح؟ انا عايزه. بزميلكم يا جدعان هل انا كمبرت؟ هل انا كامسول كمبرت دلوقتي؟ والله ما حصل. حلو 13 كيل يابا قسط. هتولع قسما بالله يا جدعان، لا تولع الجيم ده. لسه معايا فلور وبتاع وناخد الام 4 الجامد ده. هو ايه اللي مالي الشنطه قوي كده؟ في حاجه ماليه الشنطه قوي يا جدعان. اه السموك. يا رب بس تسلك الجيم ده وما يجيش سكواد يقتلني في الاخر. هزعل اقسم بالله. ايوه يا جدعان اقسم بالله بكلمكم بامانه، الواحد ايامه بيضحكونا ما كانش عايش، ما كانش عايش والله يا جدعان. انا فيها بذره لعيب، بضحكونا ده كان ظالمني من البدايه بصراحه. بس يعني عامل ايه؟ طب عامل ايه يعني؟ ده اللي بديت بيه بصراحه. الحمد لله هو غرف داهيه. يلا بينا نضربوا الفليرين الجامدين. بصوا بقى يا جدعان، هلا في حلين دلوقتي، يا اما اضرب الفليرين في البيت اللي هنا يا اما اروح في البيت بتاع بوشينك. بس انا هضربهم هنا بصراحه. يا رب ما تجيش بقى انت عيال رخمه وبتاع وتيجي تقتلني في الاخر، اقسم بالله هزعل. اوه انا هشتم رائحه رندر ونسيكا حسنا، والامر لا يبشر بالخير اطلاقا. ماشي كده يعني كان عيل بوت فاهم انت، ماشي في امان الله، حب يجرب ببجي محمول لاول مره، فيا عيني الولا البوت ده بقى ملقاش غيري انا ويجي قدامي. الله يرحمك يا اسطى. فليرين التمام بقى، ينزل لي السلاح ابو 75 طلقه اللي بيخرتق ده، وقوم اخد بقى قوم بقى ويلا يلا في الخريطه كلها. 5 minutes later وريني كده. تعال حلو، اول واحده ما سلكتش بس هناخد الام كي. بتدي اختصاص اللي هي توقع قلبي. انا افتكرت سكواد بشر وانا مت والله. هو يا جدعان هو الولا كان باصص لي في الفليرين قبل ما اخدهم ولا ايه؟ ايه يا جدعان ده؟ ام كي وجروزه وام كي وجروزه في ايه يا جدعان؟ حلو انا اشتم رائحه ترندر. هو مش كانوا اتنين؟ هو مش كانوا اتنين بوتين بيضربوا على بعض؟ جم دول. بس يا زميلي كانت دي كل حاجه في فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك باذن الله. باذن الله قريب هنطور البدله الجامده دي. عايزك يا زميلي قبل ما تطلع من الفيديو تنزل تدوس لايك، ولو انت مش مشترك اتاكد انت مشترك ومفعل الجرس. كان معاك امسولو، ان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. سلام عليكم.